السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي المتابعات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نقولكم صحة رمضانكم، صوموا بالهنا والصحة، ونقولكم صحة فطوركم، ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. المهم اليوم جيتكم بهذا الفيديو توجو بلي شيت تاع صوف، هندير معاكم بوندوات هكا تاع الاطفال للعيد ان شاء الله. راح ندير من قبل اني درت لا فورم هذيك كوغ، والمره هذه راح ندير لكم لا فورم ورده، وهي نفس اي نفس يعني نفس العمل، ولكن لا فورم برك تتبدل. ليسونسييل درك نبداو على بركه الله. وانا دائما نقول لكم يا لي فانتي، دائما انا العمل تاعي دائما مسبق. بون راح نبداو على بركه الله هذا العمل، نحطو هادو جانبا ونبداو بهذا الموف كلير، باش درت لي كولير هذوك الكل، هذه برك اللي ما درتهاش. نبداو لكم هذا العمل، توجور نبداو ب العقدة البداية، عقدة البداية هاك دايما على الهواء. انا نظن لي فانتي لي تفرجوني كامل نظن حفظتو هاد العقدة كيف ديروها. بون نبداو على بركة الله هاد العمل. بون نبداو تلت غرز سلسلة، زوج تلاتة، ومن بعد نهبطو الغرزة الأولى اللي درناها نديرو عمود بلفة. هادي عمود بلفة، نزيد ندير معاكم واحدة، ثلاث غرز سلسلة وعمود بلفة. هكذا نزيدو ثلاثة، هكذا عذرا يا لي فان تاعي، عندي مدة ما درتكمش الدروس تاع التعليم الكروشي، الظروف هكا جا كي جا رمضان وكا ما ساعات ما عنديش الوقت، لكن المرة الجاية نزيد نكمل لكم الدروس. هذه هي بون، نديرو هذه الغرزة هذه نديرو فيها 10 غرز. انا نروح نكملو هذو درتها معاكم، نروح نكمل لكم ونولي. هاني وليت لكم بعد ما درت 10 غرز تاع هذه غرزة سلسلة وعمود، واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بون نبداو العمل تاعنا، نبداو نخدمو هاد الوردة ثلاثة، ونرجعو لهنا تحت نفس الحكاية تاع هاديك سلسلة وعمود بلفة، ومن بعد نزيدو ندير تلت غرز تاع السلسلة، ومن بعد نبداو نديرو عمود الأول بلفة، ثاني ونديرو السلسلة فيها تلت غرز، ونديرو منزلقة بتيلة الأولى هاهي، ونزيدو نطلعو بسلسلة العمود الأول والثاني، ونزيدو السلسلة تلت غرز، ونديرو منزلقة، ونزيدو نطلعو ثلث غرز وعمود بلفة والثاني، ونزيدو ثلث غرز تاع السلسلة ونديرو منزلقة، نروحو الكوتي الثاني تاع
تاع هاد الغرزه نديرو منزلقه. شتو لي فان تاعي كي درستكم الدروس تاع منزلقه، ها نخدموها اثناء العمل منزلقه، نحطوها اثناء العمل. ها خدموها العمود الاول والثاني، نزيدو ثلث غرز سلسله ومنزلقه. شتو هاني نخدمو بها، نخدمو فيها، نخدمو بها كلش منزلقه هذه. شغل باسي من وحده، تنقلوا من غرزه لغرزه بها. نزيدو ثلث غرز تاع سلسله ونديرو البيتيلا، البيتيلا او نخلص هكذا ثلث غرز سلسله ونديرو المنزلقه وخلصنا هاد الورده. دوك نعطيها لكم، شوف هاي الورده لا فوا باسي درت الورود مش هكا، هادي درتهم زي هادوك لي تاع لا ناب. ديجا راني حطيت في صندوق الوصف، كي نهار درت حطيته في صندوق الوصف ليسونسيال. دروك هاي الورده وانا نظن شفتوها لي فان تاعي، بما نطولوش الفيديو وشوفوا اشاك فوا اللي حابه تخدم اشاك فوا تعاود بوك الفيديو، وانا نظن مخدومه على اكمل وجه. ثم كي تشوفوا المراحل تاعها كي قاعده نخدم فيها سهله مهله، هذه اسهل ما يكون. ليسونسيال انا نروح نكمل الورود هادو، ندير عشر وردات من هادو. دروك كي نوصل لعشرة نزيد نعطيكم كيفاه نخدمو هادي دوطخ كوتي، بيسك هادو الورود وهادو اللي يتربطو بها هذا البوندو. انا نروح نكملهم حتى نكمل عشر ورود ونولي لكم. هاني وليت لكم بعد ما كملت الورود تاعي، بدل ما خليت درت 9 والعشرة نكملها معكم بيسك درت الاولى معكم. العشرة نزيد نعاود لكم كيفاه نخدموها. ها نديرو هذه درت واحد اثنين ثلاثه توجور ثلاث غرز سلسله، ثلاث غرز سلسله وتدخلي الضبط خلاص تهبطي وديري عمود بلفة وزيد طلعي بثلث سلسلة بتكوني بتنشئي هادي ها بتنشئي الوردة. ها وديري تبدأي ديري البيتيلات تاعك تاع الوردة، ها عمود الأول والثاني وغرزة السلسلة ثلاثة والمنزلقة. هذه هي، هذا هو اللي تخافي تاعنا. سهل ماهل. اثنين ثلاثة وديري زوج عميدة بلفة وديري ثلث سلاسل او غرزة سلسلة ثلاثة وزيدي ديري البيتي لاني بالدم قاعدة ندير معاكم باه تبان لكم الخدمة باه تعرفوا كيفاش درت، ماشي نصورها كي كبرك. ها نزيدو عمود الثاني وسلسلة فيها ست غرز وندورو على الجهة الأخرى كيما درت الأولى باه تشوفو لا فينيسيون. هكذا وديري منزلقة وزيدي نكونو هنا في الجهة هذه نديرو زوج بيتيلات بيعودو خمسة. هذه الوردة نديرو فيها خمس بيتيلات، هذه هي هكذا. نزيدو سلسله فيها ثلث غرز وديري المنزلقه تاعك هكذا وطلعي بثلث غرز سلسله ومن بعد ديري العمود الاول والعمود الثاني. هذه هي ها
ديري المنزلق الاخرى وسيبو. هذه العشاء، شوفوا زي ما جا العمل تاعنا يهبل خمس عليه. شوفوا الورود ورا بعضهم. شوف ودوك نبداو هذيك اللي زي هذه باش يتربط هذا البوندو هكذا. هكذا نبداو نديرو ثلاث غرز سلسله ونهبطوا اللوط كما مين بدينا السلسله الاولى ونديرو عمود بلفه نزيدو نعاودوها ثلاث غرز خلي بين هذول هادو الزوج. شوف بين هادو الزوج وديري عمود ونزيد نكمل معاكم هذه وزيدي تهبطي وديري عمود. بون نكمل العشرة الغرز هذو ونولي لكم يعني وليت لكم بعد ما كملت هادو عشر غرز هذه سلسلة وعمود بلفة. ها شوفوا زي ما جا البوندو خمس عليه. شوف الورود تاعو زي ما جاو باهيين ورا بعضهم. انا فكرت فكره جات في راسي قلت نثبت هادو الورود بالخيط والابره هذه تاع التنظيف هكذا هكا غرزه فريده هذه هي. ما نديرش العقده درت تعين برك هكا باه ما تطيرش. هذه هي هكا ثبتها ونزيد ندير معاكم وحده اخرى ومن بعد نروح نكملهم وحدي يعني نعاود لكم برك كيف نثبتهم. هذه هي هذا ماك هو العمل تاعنا بسيط وسهل. درك نروح نكملهم وحدي ونرجع لكم يا فان تاعي. هاني خلصتو جاي هبل خمس عليه نعته لكم كامل هكذا هكذا. شوفوا زي ما ها الشكل النهائي تاعو. شوفوا زي ما خمس عليه. درك هاكم شتو هذا درك نولي لكم نعت لكم نعتهلكم كل اللي درتهم كل الشكل النهائي تاعهم. هايا من بعد هذا هو الشكل النهائي تاع هادو لي بوندو تاع الورود. ان شاء الله ينال رضاكم وينال اعجابكم يا لي فان تاعي. ما تنساونيش في اللايكات ما تنساونيش في التعليق. جدد مرحبا بكم في قناتي ديروا لي الاشتراك. هذا هو العمل تاعنا ما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.